محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الأهلي في كتابة تاريخ مميز خلال فترة قيادته للفريق بداية من موسم 2016-2017 وحتى الآن. وحقق مصلحي خلال قيادته للجهاز الفني لفريق الماسترز كما يحلو لجماهير الأهلي أن تلقبهم 11 لقبا بواقع 4 ألقاب للدوري المصري و3 ألقاب لكأس مصر ومثلهم لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري ولقب وحيد للأندية العربية أبطال الدوري. وكان قريبا من حصد باقي الألقاب التي خسرها وهي 3 ألقاب فقط، خسرها في الأمطار الأخيرة مع أداء قوي ومميز أشاد به القاصي والداني. أعاد محمد مصلحي العديد من الطيور المهاجرة من أبناء النادي الأهلي وعلى رأسهم الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، كما أنه يعمل دائما على تدعيم صفوف الفريق بالصفقات القوية والتي يكون لها دور بارز في حصد الألقاب وترجيح كفة الفريق في الأوقات الحاسمة. ويحلم مصلحي دوما بحصد كافة الألقاب التي ينافس عليها الفريق سواء كانت محلية أو عربية أو قارية، وسط دعم كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي لا يبخل على الفريق بأي دعم سواء كان صفقات أو معسكرات خارجية أو حتى المشاركة في البطولات. ويعمل محمد مصلحي خلال الفترة الماضية على مزج العديد من العناصر الشابة للدخول في قائمة الفريق واكتساب المزيد من الخبرات من اللاعبين الكبار لخلق صف جديد يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة في إطار خطة الإحلال والتجديد التي يبني عليها لاستمرار تتويج الشياطين الحمر بالبطولات.